احنا هذا موسمنا، احنا مجبورين يعني الشهر هذا اصدف شهر رمضان مع موسم الحصاد، مجبورين بدنا نشتغلوا يعني صيام ولا تعب بدنا نشتغل. موسم الحصاد نشتغل الى الافطار، نفطر ونقوم النوم على شغلنا. موسم كويس ما في شيء تعب ولا شيء. يصيبي عطش وفي شيء بس مجبورين احنا لانه رزق هذا. نشتغل من الصبح للصبح 24 ساعة. لانه في سرابيس تبدل يعني بين بعضنا. مناوبات هم ثلاث سائقين كل ست ساعات يشتغل 12 يرتاح يعني في راحه له يعني. مازوت ما بي والزراعه شوي كانت ضعيفه وبس حصدنا يعني ماشي الحال والكمون انضرب وموسم يعني شوي بيضعف. الموسم بخير والبلد بخير وسوريا إن شاء الله ترجع مثل أولي وأحسن إن شاء الله.